بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم يا جماعة؟ هنا النهاردة كده عملنا العاشورة، ماشي، كل سنة وانتوا طيبين. ادي عاشورة عملناها حلوة اهي، جزء حطيت عليها شوية جوز هند وزبيب او مكسرات بسيطة لاني خلاص خلصت من عندي. كل سنة وانتوا طيبين. والجزء التاني عاملاه سادة، اني عندي اللي بياكل سادة واللي بياكل بالجوز الهند والزبيب. ايه رأيكم؟ بصوا حلوة وجميلة ازاي، بصوا الجمال. ان شاء الله كده يا رب كده تكون عجباكم وتكون كل حاجة حلوة كده عاملها بتعجبكم. بصوا الحلويات وبصوا الجمال، عشورة جميلة جدا 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 وطعمها تحفة وروعة. ماشي، روعة حبايب قلبي، رولي روعة. تيجوا بقى يلا كده مع بعض نشوف عملنا ايه ونشوف عملنا العشورة ازاي. يلا مع بعضينا. بصوا حبايب قلبي، طبعا العشورة وكل سنة وانتم طيبين. ادي الحب بتاع العشورة، ماشي، ده انا غسلته كويس، نقيته وغسلته كويس ونقعته يمكن 3 4 ساعات. خلاص انا باجي بقى هنا بجيب الحلة وبحط كده بالمنظر ده. انا بعمل العشورة بطريقة غير يعني طريقة اي حد تاني، اهي باجي انزلها بالمنظر ده كده، بحطها وبحط عليها المية السخنة وبغليها غلوة على البوتاجاز، بتنزل مية صفرة، بتطلع المية الصفرة بتاعتها، ماشي. المية الصفرة دي تاخد غلوة بيها وبعدين برميها. احنا مع بعض كده قدام النار هوريكم ليه بعملها مرتين تلاتة بالمنظر ده. اهي كده بصوا المية لونها ايه، لونها اصفر، ماشي، بتصفر. اخليها تاخد غلوة وارمي المية وبعدين ارجع اعملها تاني وخليها تاخد غلوه وارمر ميه لحد ما تلاقوا الميه بقت بيضه. انتوا لو عملتوها بالميه الصفراء بتاعتها هتاخد مني كميه لبن، ولما تحطيها في السلطانيه او في الطبق وتحطيه في الثلاجه بتلاقوها انها بتشقق وبتبقى شكلها وحش ومش حلوه خالص وبتنشف معاكي. ماشي، مع بعض بقى احنا بنعملها بطريقه حلوه وجميله ونشوف احنا بنعملها ازاي. بصوا حبايب قلبي، انا هنا اهو بغلي اللبن، ده 2 كيلو لبن وده كيلو لبن لوحده، وادي الميه بصوا اصفرت ازاي. بجيبها بقى كده بالمنظر ده، بسم الله الرحمن الرحيم، بدلقها، بدلق الميه الصفرة دي علشان الميه دي لازم تتدلق، لو ما دلقتوهاش زي ما قلت لكم اهو. كده دلقنا الميه، هحط ميه تاني وناخدها ايه غلوه مع بعض بالمنظر ده تاني. بصي يا قلبي، انا دلقت الميه وحطيت ميه تانية اهي معاكي، دي الميه بصوا اهي، دي ميه تانية بيضة اهي. بحط الكاتل على طول علشان خاطر انا عندي انبوبه زي ما قلت لكم ما نستهلكش غاز كتير اهي. بصوا تغلي بقى غلوه تاني كده، هتبقى الميه صفرة تاني. اول ما تبقى صفرة نرميها مرتين تلاتة على كده، يكون اللبن هنا غلي ويكون هي خلاص هتقرب تاخد يعني. ندلق بقى ونحطها في ميه نظيفه وتستوي كويس ونحطها على اللبن مع بعض بواحده واحده، واوريكم برضو احنا بنعمل ايه واوريكم كل حاجه حلوه. بصوا برضو، بصوا شايفين الميه، شايفين المنظر وشايفينها صفرة ازاي اهي. بصوا صفرة ازاي، دي ما ينفعش احط عليها اللبن عشان دي لو اتحط عليها اللبن هيديكي طعم وحش وهيديكي مرارة والطبق يبقى شكله وحش ويبقى شكله أصفر ومهما تحطي لبن فيها. ندلق المية دي ونرجع نحط مية تاني، يبقى كده تاني مرة. بصوا يا قلبي دي تالت مرة، بصوا المية طالعة صفرة ازاي، شايفين المية عاملة ازاي، دي هتدلق ونحط مية نضيفة تاني. بصوا حبايب قلبي كده بقى هياخد هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بصوا بقت ميتها بيضه ازاي، تكمل بقى بقيه السوا بتاعها كده في قلب اللبن. دي كده خطوه خطوه بتاعت العاشوره اهي كلها. كل سنه وانتم طيبين ويجعل ايامنا كلها هنا وسعاده يا رب العالمين ان شاء الله. تستوي بقى ونكمل، احط السكر تستوي بيها واوريها لكم بقى ايه خطوه خطوه كده، اوريكم كل حاجه حطها عليها كلها كده حبايبي. بصوا انا هحط السكر بقى حسب ما انتوا ايه بتحبوه، حسب ما انتوا عايزين اهي. بصوا
ادي العشورة اهي تستوي، او البليلة ممكن احنا بناخد منها شوية نحطها تبقى بليلة، ممكن كل يوم الصبح نسخن شوية نشرب منها كده بتبقى حلوة قوي ماشي. وفي ناس بنعملها بالنشا، هنعملها عشورة زي ما انا هعمل معاكم دلوقتي، هعمل البليلة وهعمل العشورة، هاخد منها جزء بليلة وجزء عشورة ماشي مع بعض بقى كده تستوي وكمل سواها، واوريكم بقى كل حاجة حلوة. بصوا اللبن حلو فيها ازاي وجميل. ولو عندك بقى كمان، انا حاطه 2 كيلو لبن على النص كيلو عشورة، على نص كيلو قمح 2 كيلو لبن. لو عندك بقى لبن بخير وتحطي بيبقى تحفة، عندك لبن نيدو انا هحط 2 لبن نيدو معاهم، هتبقى جميلة وتبقى طعمها حلو جدا جدا. شوفوها كده وهتجربوها وهتلاقوا كل حاجة حلوة انا بعملها لكم ان شاء الله. مع بعض بقى تستوي ونرجع لبعض تاني. بصي يا قلبي بقى، انا حطيت 2 باكو لبن نيدو ماشي، وهجبت كيس كمان لبن بخيره، حطيت الاثنين مع بعضه مع الاثنين كيلو لبن. احلى حاجه في العشوره لما تزودي لها اللبن بتاعها بتبقى حلوه قوي، بتبقى جميله جدا جدا. مع بعض برضو هوريكم كل حاجه، بس انا باخد ايه شويه كده، الحب استوى الحب كتير، انا باخد شويه كده من الحب احطها في الخلاط مع كيسين اللبن مع شويه لبن اهم، واضربهم وانزلهم زي ما بعمل الرز، ما بضربهمش كلهم، باخد جزء منهم بس اهو، اسيب جزء كده يبقى موجود اهو، شايفين اهي الحب كتير الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني النص كيلو بصوا عامل يعني مدي حب كتير قوي قوي يعني اهو. بصوا نضرب نصه كده مع بعض ونعمل ايه، نصه يبقى موجود شايفين اهو، بس كده هتتفرجوا بقى على كل حاجة حلوة بتتعمل مع بعضين. بصوا يا قلبي هوريكم بس حاجة بسيطة، مش عايزة اطول عليكم. بصوا كده لبن عادي ازاي، يعني بصوا اللبن شكله عامل ازاي. بصوا بقى لما خدت جزء وضربته في الخلاط اهو، بصوا بصوا بقى عامل ازاي، بصوا الرغاوي وبصوا الجمال، وتحسوا ان انتوا حاطين ايس كريم عليه. بص اللبن تقل ازاي من غير بقى ما تحطي نشا من غير اي حاجة، بص الجمال، بص حلوة ازاي وبص جميلة ازاي، بص الرغاوي وبص تقلت وبقت حلوة، بص اللبن اللي تحس ان هو كان فاضي، بص المنظر بصوا حلوة اهي. تاخد بقى غلوة كده مع بعضيها وريها لكم. بصوا حبايبي اللبن بخير اهو، زودته برضو عشان يدي طعم حلو ويبقى جميل كده وجميل يعني، وجميل جمال ملوش مثال صدقوني. بصوا بقى ابيض ازاي وحلوه ازاي وجميله اهي. تاخد بقى غلوه احط عليها النشا واوريكم وانا بصبها دلوقتي. بصوا حبايبي كده خلاص كل حاجه حلوه اهي، نجيب بقى هنا كده النشا اهي، لازم نصفيها بقلب اي حاجه كده مصفه صغيره، على اساس ان انت ممكن العطار وهو بيديها لك تقع فيه اي حبايه اي حاجه اهي. بصوا مع بعض بقى كده ايدينا عشان ما تكلكعش مننا اهي. يلا كل سنة وانتم طيبين، وعملنا العشورة بطريقة سهلة وجميلة وحلوة، لبن كتير ولازم يبقى لبنها كتير وجميل كده اهو، ادي العشورة. ايه رأيك يا امي؟ حلو. سلامي تيتا يا امي. اهي يا جماعه تاخد بس غلوه بقى كده معانا على النار وانزلها على طول وصبها. يا رب بقى ايه تكون سهله، يعني هي خطواتها مش كتير بس صدقوني لو عملتوها زي ما قلت لكم كده هتبقى حلوه قوي قوي معاكم اهو. غلوه بس مع بعض، بصوا الجمال وبصوا اللبن، بصوا لبنها كتير ازاي وحلو ازاي. انا مش عايزه اقفل بس عشان اوريها لكم وهي بتغلي اهي. بصوا طبعا انا عندك حته قشطه حطيها، يعني دي اختياري عشان اسفه دي اختياري مش اجباري. ادي حته هنحط حته قشطه صغيره بس، يا رب الاقي جوه في الثلاجه في مفيش خلاص. بس
وما نكترش النشا عشان ما تشققش منك، يعني تخليها معقولة. اهي بصوا المنظر، اهي بصوا المنظر حلو ازاي، بصوا كده حلو قوي قوي معاكم علشان خاطر ما تتقرش زيادة عن كده. حط بقى الفانيليا عليها، شوية فانيليا يا أوني، حط شوية فانيليا اوعي تتلسعي، وندفع عليها بقى بس اهي. يلا صبها بقى وهوريها لكم انا بعد ما اصبها. حبايب قلبي خلصت اهي، حطيت على جزء منها جوز هند، وكان باقي فيها حتت مكسرات صغيره، والباقي ساده. اني عندي اللي بياكل الساده واللي بياكل جوز الهند. يا رب كده تكون وصفه العشوره النهارده تكون سهله وبسيطه وتكون جميله وعجبتكم، وتكون حاجه حلوه ويكون سهل عليكم. ان شاء الله كده اشوفكم في فيديو جديد، ونقول لهم ايه يا حنين، متنسوش تعملوا لنا لايك، تشتركوا في القناه وتدعمونا، وان شاء الله ان شاء الله نعمل لكم كل جديد وكل حاجه حلوه، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.